بعد شهر من الصيام والعبادة احتفل المؤمنين بحلول عيد الفطر المبارك، وفي صبيحة هذا اليوم وهو فاتح شوال سنة 1383 يتوجه إلى المساجد يؤدي صلاة العيد. وهكذا كان يوم العيد يوم الصلوات ويوم الاستجمام. عيد الفطر عيد الأطفال كذلك اللي تحلوا بالملابس الجديدة واللي كان لهم حق هذا اليوم في كل المراعاة. استقبل رئيس الجمهورية في قصر الشعب أعضاء السلك الدبلوماسي اللي جاءوا بهذه المناسبة يقدموا له تمنيات حكوماتهم. حتى هذا الأطفال الصغار كان لهم حق في ابتهاجات يوم العيد، وهذا بفضل النساء الجزائريات اللي وزعوا في ديار الأطفال وفي المستشفيات لعب وثياب. عيد اللي ما فقدش معناها الأصلي واللي بمناسبته نقدم لكم احنا كذلك أطيب التمنيات.